وفي ذات السياق باشر المكتب الوطني للصرف الصحي صباح اليوم عمليات شفط المياه عن أحياء والشوارع مدينة أطار التي غمرتها المياه. وقد أشرفت السلطات الإدارية على عمليات صرف المياه التي خلفتها الأمطار في عدة أحياء بمدينة أطار. أحياء مدينة أطار في حالة استنفار بسبب الأوضاع التي سببتها الأمطار المتهاطلة على المدينة، والتي خلفت خسائر مادية في بعض المساكن بأحياء المدينة، فقد امتلأت الشوارع بمياه الأمطار حتى تسربت إلى داخل المنازل. نحن هاو البارح ضيعنا هذا الميامس، دائما قاعد كان بيضيعنا، ترى ان كاملين لمبتهم ودمامهم الا نحن حاضر الحمد لله. لما واخر من تحت السيد ولوكم فراشنا حد العالم ما قاعد يقدر يرجع، ودش يدينا رفون من فوق ماكين يقطعون من تحت السيد وخان تحتهم، لا قاعد في نقر مع السيد. ضيعنا شيء دخلت في ديارنا، رقمت فراشاتنا ضيعتنا كاملين، حقيقه الجيران كاملين يتكلم ولا ما يتكلم، عامتنا ضيعت السحر. الحمد لله وشاكرين نعمة لا البيت في البدية والبيت في المسي ما يعرف قام الحمد لله. السلطات الإدارية والأمنية بولاية أدرار برئاسة والي الولاية السيد جاك عبد الرزاق أشرفت على عملية شفط المياه عن شوارع وأحياء المدينة بتنفيذ من المكتب الوطني للصرف الصحي. شهدت مدينة أطار مساء أمس ساقطات مطرية معتبرة وصلت 55 ملم، هي أمطار معتبرة على الولاية على المدينة، خاصة أن سبق أن جاءت أمطار خفيفة في اليومين الماضيين، ومن ذلك غمرت المياه أغلب أحياء المدينة من بينها حي ماركو مارا وحي الشعبي، كما غمرت المياه الشوارع الرئيسية. وتدخلت اللجنة الجهوية للطوارئ في الوقت المناسب، حيث قامت بجولة للاطلاع على الحالة العامة وتقييم الخسائر الأولية. وتطالب بلدية أطار بتكثيف الجهود من أجل شفط المياه من أمام المنازل في أقصى سرعة ممكنة لتجنب الأضرار التي عادة ما تنجم عن تجمع المياه. طالبين من اللجنة والمكتب عم يلا يتوجهوا للاحياء السكنيه اللي ناقع فيها الماء، خاصه حي القريقه والحي الشعبي وحي المنشيه وحي البريزه وتويفنده وحياة تينيري والرقيبه وكنوال وفرسات اللي ناقع الماء تحت الديار، اللي ذا المدينة قاعد في البديات يصبروا الديار اضرار ولا بعد نهار ولا اثنين. هيئات المجتمع المدني بدورها تدخلت لاحصاء الاضرار التي خلفتها مياه الامطار. تكاتف الجهود ورصد الوسائل اللوجستيه والتدخل السريع لمؤازره السكان وشفط المياه عن احياء مدينه اطار امور تعكس محوريه المواطن والسهر على حمايته من قبل السلطات العموميه. لقناه الموريتانيه نفيسة شكونة، مدينه اطار.